السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. عاد حد يظهر حق حد الحين انا صايف اللي هذا انا عاد اليوم مرة، هذا أول لقاء اليوم. تعرفين شو السبب؟ اليوم ترى كان يوم اللا، وتذكرت اني من زمان ما عدينا خروفة، واليوم بنعد خروفة. والبكابي على الله يحفظكم زاهب، والمريل بعد هذوها الدايع على الهيمب، باكر ان شاء الله بيسرحوا بجد العين. هي طلبية يبون ابوي مريل كامل، حق وين؟ حق هالقطر، حق دوحة الخير كبرة، طلبية كاملة يعني دوابة الأسبوع هذا كاملة، بسير قطر بتي سيارة بي كامل بتشل كامل بينصب كله في دوابة يتودع زين. وحين ابوي بنعدلكم هاي الخروفة الفنانة، شي طبيعي حين بتعشى يميت على مليون، يعني من جل ميت مليون. ترى هي ما بالخراريف الطويلة، يا غير خروفة فنانة خريريفة المراد بتعشى برد دار مسكم. يلا زين، نرد ونجدد المساء عليكم ونقول مساكم الله بالخير. وأدري أن الوقت متأخر، يا غير لا حول ولا قوة، هذا وقت فاقت اليوم. وما بموضوع ما شي فاقة اليوم، أصلا اليوم الوحيد اللي ما عندي شغلة، فما كنت توني مسوي اليوم لا يا غير غيرت. انزين يعني الله يحفظكم خريريفتنا، خريريفة هاي مستوية في محضة في منطقة ينقال هليويف بلاد بني شعب سهيلة، يعني الله يحفظكم حرمة ساكنة في طرف ليويف، وعندها حلال، عندها من الحلال بس غنم، لا عندها لا بجير ولا بيشان. تبارك الرحمن تو محضة بلاد بني شعب، بلاد دومها ما شاء الله تيها الأمطار وتيري الوديان، يعني بلاد عليها رضا. سهيلة تبلغ من العمر تقريبا 55 لو 58، ما ياها نصيب ما عرست، هاليتها كلهم ماتوا وعزمة وحيد. مراد يوميا عادتها تصبح الصبح من الفير وتسرح الحلال من سيح لين سيح ومن بقعة لين بقعة ومن مكان لين مكان، يوم يعديها جريب المغرب ضوت ويا حلالها، حرمة فقير وستير ومبرقعة، حرمة برقعها ما يطيح عن ويها. في يوم من الأيام على الله يحفظكم الجو كان موخم، الوقت موخم مظلم، الوقت العصر يا غير التحرى جريب المغرب هو إلا العصر. هذاك اليوم بالذات هي فتشت بعمرها بالحلال، فسارت مكان شوي بعيد ضاري شوي دون ترعد بشي، غير مرة هاي سارت بعيد فتشت يوم مرة جريب المغرب وهي بعيد عن الفريج، فتشه نقع أبوي الرعد ولظ البرق وياك المطر يريخ رياخ البلاء، ما تشوف شيء، غطت عنها البلاد كاملة وظلمت الدنيا، غدت الدنيا بظلمي. يا ربي يا جايل الله، وين بدق براسي؟ وين بدق براسها سهيلة فقيرة؟ ظلام وهي في سيوح وبين يبال، يعني تحيدون البقعة هناك، يعني الله بالمستعان اليبال روح تزيغ اللي ما يزيغ عقله. تتوقع انه المطر بيخف، بالعكس المطر بوي كل ما ياله زاد، والمرعد والبرق شو بقى. وآزمة ابوي سهيلة في حال ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وقلبها فقير يرقع التحرى طبل مسيندو. والأخير يوم مرة عيست، ولأن هناك على مد النظر تشوف شيء شهف، قالت ما شيء اللي أربح حق هاك الشهف. وحدو هنتين وصلت ابوي هي ودبشة في هاك الشهف، وتلاقي ابوي في طرف الشهف تبى ترقد، ما ياها رقاد، منو بيرقد في هاك الشهف؟ هي مقصدها يوم وصلت الشهف هذا على اساس انه بيخف شوي المطر وبتكمل سيرها جدا الفريج. ابوي المطر هي لبي مطر، ابوي كل ما ياه يزيد. يا عجايل الله وحليلك يا سهيلة، امتحنت سهيلة شو بتسوي؟ وسهيلة فقيرة بعد شوية والله انها في قل الخوف، ما حد بوي الروح عزيزة، ما حد يبقى ما يخاف، هاك ظلمي وهاك الدنيا، بغت هي هرقات ظلمي، بغت بوي تهيئ برد. يوم صدت هناك ولن في طرف الشهف ولن الشيرة يابسة، صارت عدال الشيرة ولنها بوي ركن غاف يابس، كسرته بوي وجدت بوي الضوء وآزم وقت الضوء ويلست بوي في سنة الضوء هي ودبشة ودفى لهاك الشهف، عازم شي سنة
وشي ابويه دفى شوي، ولان ابويه تسمع شي ان 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 شي ون شي مستوي ويتقرب جداها. ولاني على الله يحفظكم نمر، ترى محاضه في السنه الاوليه فيها حيوان، فيها ضباع وفيها نمور وفيها كل شيء مفترس، ومن شافت سهيله النمر يا رب البيت والحرم يلست، يا الله يا رب تفرج عكربتي، يا الله يا رب تبعده عني. آزمة الفقيرة مو منه، تذكر الله وتهلل وتكبر، يا الله يا رب انك تحفظني، يا الله يا رب انك تحفظني. والنمر يصير جداها، تبايعت عادة هاك الساعة مرة تبادت عظامها، النمر مرة يقربها. ولأن النمر مصاب، على الله يحفظكم يده اليمنى تدمي وفيها شرات الصديد وفيها وريم، وهي فقيرة متروعة ما وعت لأبوي النمر يبرك عب مرة عدالها وحط أبوي يده هاي العويج على ركبتها. وهي حين الأبرايم تدافع عن عمرها، لا عندها سلاح، لا عندها ما عندها أي شيء تدافع عن عمرها، فقيرة وحليلها. فمستعيبة كيف تصرف النمر بهالطريقة. النمر لو هو يوعان بياكل شيء من الدبش، ودر الدنيا كلها، ودر الدنيا كلها، ويلس مرة عدالها برك وحط يده اليمنى على ركبة سهيل، وسهيل تهلل وتكبر. آسف فقير سهيل تهلل وتكبر، يا الله يا رب تحفظني، يا الله يا رب انك تباعد بيني وبينه، بعد المع عن السماء. سهيل لا قربها ابوي سكين، لا قربها سلاح، لا قربها لا شيء ولا شيات، راس مالها ابره وتحدو الاول لا بار وين يدسونها الحريم. الحرمة من الحريم الاوليات في الوقت اللي خطف انا روحي لحقت عليه، الابره لازم في سيف البرقع، في السيف مرتز هنيها من داخل سيف البرقع. البرقع شوفوا البرقع كامل ما شيء فيه سيف الا واحد اللي فوق الخشم، عباره عن صلب شيء شويه اطول عن ثلاث اربع طول اربع رأس. الصلب مال الاسكريم تحدوها لا ياكلون فيه الاسكريم الفروخ هالكبير، وهذا هذا ابوي من ياكلون الفروخ الاسكريم يمعوا ودوا حق اللي يقرض البراجع. فالحرمه المصدر الرئيسي، المكان الرئيسي اللي تدس فيه الابره حسب ما تضيع الابره، الابره اي مكان ترى تضيع، فهذا المخبأ الرئيسي مال لابار. فغمضها غمضها النمر، شو سوت؟ شافت بين ظفوره شوكه، هذا سيرها مرتز بين الظفور، وين ضربت الشوكه في يمنى يد النمر غادي يده عامله، وغادي يد تحراها طبانه من كبرها. هي مبطيه الشوكه في يمناه، مبطيه الشوكه في يمناه ومعامل اليرح، معامل يعني متنفخ ومسوي صديد وحالته لله. العامل يقول والله فلان يرح عامل، اليرح العامل معناته انه في وريم في صديد. فالمراد هي ما في الذميم سهيله، بني شعب منبونهم الرحمه في قلوبهم، ياوون حتى على عدوهم الرحومين، ترى بني شعب ما حد شراتهم. وسهيله حيث انها شعبيه ومن ظهر ابوها ما في الذميم، شلت ابويه الابره من سيف، شلت ابوي من سيف البرقع، ويرست ابوي تبى تظهر الشوكه من يد النمر، والشوكه ضاربه في غزر هي من ثلاث اربعة ايام، ويده مضوربه وحالته لله، لين تظهر سميت كلني السمك، غفيت كلني الطير، ان ودرته بياكلني، وان بغيت اساعده بعد بياكلني، وازمت في حال يرثى لها. ابوي ما شيء الا توكل على الله، سمت بسم الله وهوست على يد النمر وطزت الشوكه ابوي مسير يومين، وظهر المد والصديد وافتك النمر. ترى كم من يوم ما رقد، ومن ابوي انس الدفء وانس الراحه وخاز عنه الوزة اللي كان ختلك ابوي هاك الختله الفنانه، حط ابوي راسه بين يديه وانطبن حول ساعه ساعتين رقد. حين قم فتشت الحمار من لوحله، سهيله لا برايمه تحترج ولا برايمه تتنسخ من روع، بعش قاعد بحد ما يتروع. ختل النمر مثل ما قلت لكم تقريبا ساعه ساعتين، يوم دار بعيونه، ولان سهيله مبججه عيونها مبوجره سهيله، يا غير بقره شايف، يا غير بقره وشايف حريجه. هي نعم الروح عزيزه،
نشب وين نمر ما في الدميم ودرها وصار خارق ظهر خارق وآزم هو خارج شهف على أساس يترك لها المجال حق تأخذ راحة تسهيل وترقد على الأقل انت ظهر الشمس زين خطة في الوقت شوي ولن توها بتظهر الشيفة ظهرت خاري سهيل ولن النمر خاري نشت عاد سهيلة تحيدون ترى بني شعب أكرام نشت أبوي كريم سهيلة يحافظ عليك يا سهيلة نشت أبوي تنقت لك الصخيل الصخل أبوي اللي يفز من تحت أمهاته علبة هذا عرضه نشت أبوي ورصقت داخل شهف كرامة حق النمر ورصقت أبوي بحبل هناك داخل الشهف وشلت أبوي دبشها وطرقت وسهيل أبوي عطت أبوي النمر الجافي وطرقت جدا الفريج يوم دخل النمر الشهف ولنه ومن دخل أبوي النمر داخل شهف شاف أبوي التويس مرسوق نش أبوي وفتش عنه رصاغة وقال أبوي الحق رعيك بسد وغناء عن مرقة السحنة وشوي أبوي لأنه التويس أبوي لحق أمهاته وفرحت عاد سهيل بشوف التويس قالت الله اعتقه من النمر وفكاك يا راك عاد بيني وبينكم هي قالت أبوي جزا الحسان حسان أنت ما قصرت فيه جزا الحسان حسان ما يستوي إني بعد أصغر بك هي فقيرة من خاطرها مخلي التويس هذا كرامة حق النمر يا غير بعد النمر ظهر بعد أي ودي المراد من هذاك الآن إلى هالآن من استوت الدنيا يقول لك لين اليوم هذا النمر أبوي من يشوف الحرمة ما يقولها كم الخبر لكن من يشوف الري يروح يقول لك ريحة الحرمة ما يقولها كم الخبر ومن روح ريحة الريال لو مسير يومين عفد عليه وقطعت قطيع البلاء اليوم يقول لك ولين باكر النمر ابوي ما يقول حق الحرمه كم الخبر ولا يقولها وين انت سايره يا غير لو يروح ريحه الريال يا ويلكم بركات سهيله شعبيه من هذاك الان الى هالان يا النمر ما يقول حق الانثى الحرمه اي حرمه كانت تكون ما يقولها كم الخبر في على الطابع انت يا سهيله تابع شو يا سهيله الخروفه التابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير صلاح وايد يتأخر هالزمان شوف ساعة كم بتسكح الحين 8:30 بعد ما حضر صلاح وين انت وين جري باي تأخرت زحام وايد زحام يا ولد الحلا صلاح يلا One of these? Yeah. One of these. And only these three okay. pieces. Okay? These. Cut it very small. Mm. Cut it very small. Small pieces. Put okay. it in the this tower. Mm. Right? Fine. مرحبا يا مرحبا. تعال. مرحبا يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا. بالبيان وبالغبا. مرحبا يا مرحبا. هناك. ودي بيته تعالي يا انتي تعالي شوفي cut it very small and put the خليع two pieces of the خليع the dry meat yeah. and mix it well and little bit of olive oil and put white eggs two yes. and three the small quail eggs and the top but also some دقة دقة أو زعتر I don't mind but make it extra well crunchy okay. خاطري بغير من كل يوم نمونة نمو كل يوم بغير نوع ثاني ها زي تغيير وايد ضروري في الريوق في كل ويبة يعني كل يوم نفس البرنامج بعد واحد يغير اسمع صراحة ها مرحبا 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 ها وين شو اخرك هالكذا شو زحام هالكذا باك تظهر متاخر انت اليوم بابا شو ليش طالع متاخر ماما اسد ماما اسعن الله تصير اسد صغري اسد خليه اسد يرس لا شيء حب ولا شيء بوسه ولا شيء شيات شياك علي يلا وحده صلاح سمعت الخروف البارحيه لا ما سمعته لا خلاف يا بعدي خلاف اسمعها ليه؟ ما
زين احتمال انت تفهم حد من العرب ما فهم. اي والله صلاح ترى وايد هالعرب اللي تسال شو المقصد من الخروف، نحن ما فهمنا. ما بايده كم من واحد والله بيني وبينك، شو رايك نخبرهم؟ ايه المقصد والمغزى من الخروفه ان رد الجميل، ترى حتى الحيوان يرد الجميل وهو حيوان سبحانك يا رب، ويثمر فيه، يثمر فيه المعروف ويبيج فيه فعل الخير، وكان كل مودة واحترام حق سهيله. يوم انت يا سهيله، سهيله الشعبيه سوت هالخير فيه وهالمعروف في النمر، نشب ويا النمر من هذاك الان ويحلفون لك عرب، ينه مضى منه يمين النمر وخلف هاليمين على عيال عيال عياله كل احفاده، ينكم ما تقول ينكم انتوا يا الاحفاد لين تقومنا غد صالح، ما تقولون حق اي جنس انت حرمه وين انت سايره ولين يومك هذا. وبهالطريقه رد ابوي المعروف والاحسان حق سهيله الشعبيه مقابل خدمته اللي خدمته. فهذا المقصود في الخروفه، ان حتى الحيوان يبين فيه المعروف ويثمر فيه المعروف، وحد من العرب ما يثمر. حليل يا صاح، شوفه هذا ماذا يا خالد؟ ها؟ ماذا؟ مالاتي؟ مال اثنين اثنين حاسدني عليك، تبي تاكل هنا؟ ما باع ياكلون. شو تريد صلاح منها؟ دباب. لا حبيبي تريد هي هي ايت اك ساندويتش اند ذن بيير. شو صلاح؟ لا حبيبي تفاح. لا اعطيه تفاحه ميك فور هم ابل. اوكي ريد ابل احمر ولا اخضر؟ اخضر جرين ابل. دباب خالد يلا يلا فوق 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 يلا ركب ركب يلا 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 الساعة 10 انت تكون موجود هناك. اي اسد 10 انت موجود هناك يلا زين. ومن حطيت انا الخبر البارحي اليوم مليون طلبية جاي من قطر. ابوي نحن ما وصل قطر، قطر ابوي بعيد يا الله يحفظها. اللي طالبين ابوي المريال بكبره هذا ابوي روحهم بيطرشون دريولهم برسم الخدمة من الدوحة لينك انت يا محمد بن زايد. يجينا ابوي بنعطي سامان مصبوب ومعدل وزاهب في دبابه وبيتوكل على الله اني انا باروم اوصل طلبيه لين قطر اسكنت. يلا يلا وصل الريوق وصل الريوق. ايه تذهبه اليوم دهن دهن ذوابه ذوابه اليوم وراكن معابل. هذا 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 يا الله يحفظكم اليوم ريوقي. شرات البارحي يا غير اليوم فيه ابوي 90% من اثر الذباب مخلنا برايه عاد ما يبرني. اليوم نسبة البروكلي والفطر 90% شويونة تخليع اللي هو اللحم هذاكي وبيض شويون وحبة. كلنا الدباب كلنا الدباب. يلا عشغلي البنكة. فاليوم مريل هالقطر مريل هالقطر خرب علي سيرة شويهات البحر، فلذلك اليوم ما شي سيرة البحر صار يسير الخميس يا غير المرة هذه بغينا نسير الأربعاء يعني متولع على شويهات ماية ماسة البحر متى من شهرين. راح نناقش اليوم يا أخواني مشكلة وايد مهمة وخطيرة وهي العنف داخل الأسرة واللي تنتقل تدريجيا للمجتمع، فتطلع الزوجة للعمل وتعطي كل طاقتها لشغلها وتهمل بيتها وعيالها، أو أن الزوج يأخذ أموال من زوجته أو يتركها تتحمل تكاليف البيت، ومن هني تبدأ العلاقات في الانهيار، لأن كل واحد يا أخواني إذا أخذ مكان الثاني فيقل الاحترام بينهم وينشأ العنف، واللي قد يوصل في حالات كثيرة للطلاق، حتى العيال نفسهم يتأثرون بهذه المشاكل، وبالتالي الولد لما يكبر في هذه الأجواء هو بعد بيمارس العنف تجاه والديه ومجتمعه. بعض المعتقدات الخاطئة اللي ينشأ عليها الرجال في مجتمعنا أن رجولته تنقاس بمدى قوته وسيطرته وتحكمه في أهل بيته، وعليه يا أخي ويا أختي تحكموا في غضبكم وتعرفوا على حقوقكم وواجباتكم، وتذكروا
انها دائره مغلقه، واللي راح تسويه اليوم راح ينعكس عليك وعلى مجتمعك. فازرع ما شئت، اللي راح تزرعه اليوم ايدك راح تحصده غدا. عندي اليوم 10:30 موعد وياه، حطيت لكم أنا الحين عنوانه وفيديو مقتطف صغيروني اللي هو علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية. 10:30 عندي موعد وياه وبارويكم شيء يهمني ويهمكم. وليني هاك الوقت عادة أنا الحين بتفيق بيرس ويا هلي برمس وياهم وبنكسر اليوز وعندك ودونك. وإلى اللقاء، مساكم الله بالخير. مخبرنكم أنا عن مكتب المحامي علي الخاجة، وقايل لكم من قبل أن عندي شغل متعبلي ومعبلنهم بشغلتن، ولله الحمد جزاه الله خير خلص شغلتي اللي أنا أريدها. إنزين، وعندي صاحب صديق لحاية وحايته مكلفة، وهو دق صدره بارك المحامي ما قصر. الأستاذ علي الخاجة قال لي خالد خلي الجماعة يجون وإن شاء الله الله يقدرني وأقدر أساعدهم. هم ساروا عند كذا شخص، يعني كذا محامي ساروا له، يا غير يتطلبون مبالغ كبيرة زيادة على اللزوم. فالريال هذا راعي الدار ولحق، يا غير ما عنده يدفع أتعاب للمحاميين، ما عنده. ومثل ما تعرفون أتعاب المحاماة تختلف من مكتب إلى آخر. يا غير هذا الرجال جزاه الله خير ما قصر، ما أخذ، قال لأبوي ادفع بس اللي حق المحكمة، اللي هو فتح الملف وفتح القضية، فقط هذا اللي تدفعه. وهالمبالغ اللي دفعت مبهانس قلم من ذل، يعني ما يعطي معنا، هاي ندفع للحكومة يعني حق هل بالمحكمة ما بحق المكتب المحاماة. وقال لأبوي خلاص من يظهر حقك ما باكل تدعالي بطولة العمر وبالعفو والعافية. فأنا يا الله يحافظكم اليوم ياي أشكر الرجال هذا، أشكر صنيعة، أشكر معروفة لي سواه في اللادمي هذا. أستاذ علي الخاجة مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. كيف حالك؟ الله يحييك يسلمك إن شاء الله. إنزين، طال عمرك الحين ييتي هنا؟ ييتي وعنوتي أولاً ياي أسلم عليك، وثانياً ياي أشكرك على كل اللي سويته لي أنا طرشت عندك. يتشكر كثير الشكر، وهله وما حاش حوش بيتهم كلن يدعي لك بطولة العمر، وإن الله يطرح البركة في ذرية. تفضل أستاذ. الله يسلمك يا أبو محمد، صدقني هذا واجب علي. جزاك الله. ما نخلف اسم كل حد نحن إلا حالات معينة. ليش؟ ليش فاتحين مكتب محاماة؟ أنا فاتح مكتب المحاماة لأمور ثانية، للتجار، للمستثمرين، نساعدهم في أمور كثيرة ولا أخذ تعبي منهم. لكن بالنسبة للحالة، لكن ما زال فينا ضمير وما زال فينا إنسانية، نخدم الحالات الإنسانية اللي لهم حقوق وما يقدرون يعطون حقوقهم في المحاكم، ما يقدرون يعطون حقوقهم في المحاكم إلا عن طريق مثلاً المحاماة، لأنه مو بشغلتهم وما عندي يدفعون تعب محاماة، أنا أتكفل فيها ما عندي مشكلة. هل أنت متأكد من كلامك هذا أنك أنت بتوبل على خلق الله ما خلق؟ البلاد فيها ملايين من اللوادم. متأكد بس أتأكد من حالته. كيف تتأكد من حالته؟ متى أنا بأخذ منه وكالة؟ بعرف الشخص الدائم هذا منه، إذا كان يضحك علي ولا إذا كان يا يدعي الفقر أنه عنده قضية بس ما يبغي يدفع فلوس. إذا ياك حد وما عنده بيزات بتقبض على طول من غير ما يكلمني، حط أوراقة برا لكن يدفع رسوم المحاكم ورسوم الترجمة لو كان، وأنا حاضر راح أعامله كأني أعامل أكبر واحد في الإمارات في البزنس، ما عندي أي مشكلة. يعني حال اللي بيدفع. حال اللي بيدفع 100%. أستاذ علي، هل هذه نعتبرها دعوة عامة لأي إنسان ما عنده يدفع أتعاب محاماة؟ نعم، دعوة عامة لكل حد ما يدري. محمد إحنا الحين في عام الخير، لازم كل واحد فينا يساهم في الخير، كل واحد يساهم فيه من جانبه. أنا أقدم خدمات قانونية، غيري مثلا عنده سيارات يتبرع بسيارات، غيري عنده مفروشات يتبرع مفروشات، عندهم بنايات تبرعوا فيهم بنايات. اي ما في مشكله. حد من العرب عندهم ابراج. صحيح.
هالإمارات اللي فيهم خير عندهم أبراج يتبرعوا بهن، عندهم بنايات يتبرعوا بهن، وتعرف إن الحلال عديل الروح. منو أستاذ علي اللي تهون عليه بنايته ولا حلاله ولا عقاره؟ ترى العقار مثل الابن البار، ما حد يروم يفرط بحلاله. أكيد أبو محمد ما حد يبنى عليه، لكن عيال زايد يهون عليهم لأن تربوا على العز وما زالوا في عز وإن شاء الله بيظلون في عز. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. جالك أنت حين عندك مكتب استشارات، مكتب محاماة، نعم. شو تقدر تقدم للناس اللي ما عندهم شيء؟ أحل مشاكلهم، أحل مشاكلهم غير ما يدفعون شيء. بدون رسوم؟ بدون أتعاب محاماة، رسوم محاكم هم بيدفعونها. أيوة تفرق اللي حق المحكمة الرسوم؟ أي شيء في الدولة أنا ما لي علاقة فيه. غير الشيء اللي خاص حقك أنت وحق مكتبك؟ ما أبي. جزاك الله خير، في ميزان حسناتك، والله يكثر من أمثالك. فارس، هل عندك أنت العالم اللي تروم تغطي هالأمة كلها؟ نعم، عندي مستشارين وعندي موظفين يغطون المهمة هذه كلها. أبو فارس، مكتب محاماة ومخاسير وأجار وكادر وظيفي ويميع المستشارين ويميع الموظفين، منو يدفع؟ ما عليه أبوي، خلي وقع الرياض، وقعوا أبوي، وقع ترياض، أصوركم ما عليكم مني. طالعني زقرديرة. لا محامي كم كبر أبوي. الحين أنا لا أعرفك لا مباب ولا مسمع، دخلت وقعت أوراق. أنا الحين العرب اللي شافوك يبون يعرفون أنت منو أصلاً. أنا الحين صورتك من غير ما أعرفك، فهل أنت بتخبر الجماعة أنت منو؟ أنا المستشار محمد النضبي في مكتب الأستاذ علي الخارجي للمحاماة والاستشارات القانونية. ما شاء الله أبو فارس، الحين أنت موجود مع الأستاذ محمد النغبي. نعم. حد غير محمد النغبي؟ نعم. مواطنين؟ عندي بعد 3 مواطنين غيره. ما شاء الله. يعني من دول الخليج بعد. كم دول مجلس التعاون؟ نعم. كل اللي حاب ينضم معاي أنا ما أرد أبدا. جزاك الله خير، ميزان حسناتك، والله يطرح فيك البركة، بارك الله فيك. يحظك يا أبوكم. أبو محمد، أنا داخل المحاماة فكر جديد، مش فكر محامي ومستشار وشوية موظفين ومكتب وخلاص، لا، أنا داش فكر ثاني، فكر مجتمعي أكثر. كيف أبو فارس؟ شو المقصود من هالكلام؟ يعني لما قلت لك أنا الحين أبغى أضم أي شخص يبغى ينضم معي أنا ما عندي أي مشكلة. إنزين. لأن نحنا راح نتعاون، التعاون هذا يعني حتى الخدمات الإنسانية أنا قاعد أسويها، ترى أنا ما راح أديرها بنفسي، أنا معي الشباب، معي المواطنين، قلت معي ناس من دول الخليج غير الإخوان العرب الموجودين معي كموظفين. أبو فارس، هل أنت قمت بمبادرات إنسانية حق جهات خيرية داخل الدولة أو خارجها؟ نعم. مثلاً؟ أنا قدمت مبادرات لجهات معينة بغير ذكر أسماء للسرية، يعني لأن أقوم بإدارة قانونية لهم بالكامل ومساعدة قانونية بالكامل من غير ما يكون في أي تعب مادية أبدا بيننا. هذا من ضمن النطاق الخيري اللي أنا شغال فيه. شو فايدك عاد أنت وراء هذا كل شيء؟ لا تنسى إحنا عام 2017 عام الخير، أنا أبغى أقوم بالخير يا أخي، هذا عام إحنا شيوخنا أطلقوا هاي المبادرة، فنحن وين عن شيوخنا؟ جزاك الله خير. ثاني شيء، يعني من خلالك أنت، من خلال متابعينك، أي جهة خيرية أو إنسانية حابة أن أتي تعمل معي مذكرة تفاهم أنا مستعد أن أتحمل الإدارة القانونية بالكامل لهذه الجهة وأقدم لهم. حتى لو جهات حكومية؟ إيش حكومية؟ لا، الحكومية تدفع، عندها فلوس، مو محتاجة واحد يتبرع لها. منو تقدم حق الخدمات للجهات الخيرية فقط والإنسانية؟ نفرق خيرية وإنسانية. شو الفرق بين الخيرية والإنسانية؟ محمد، الأعمال الخيرية يعني صدقات، الصدقات بس تحل على الفقير مش على الغني. أما الأعمال الإنسانية أن واحد مثلا يقوم باختراع أو إيجاد علاج لمرض معين، هذا يسمونه إنساني، يعم البشرية كلهم، ما بلازم حد فئة معينة. هذا الفرق، أن الصدقة تحل على الفقير، أما الأعمال الإنسانية تعم جميع البشر. جزاك الله خير. زي آخر سؤال، كيف تتحقق إن من الشخص إذا هذا إنسان راهي ويباك تظهر الحق من عند حد وهو بس إلا بخيل ما بهاين هاين عليه يدفع مكتب حق مكتب المحاماة؟ يعني لوتي بين قوسين، الشخص هذا لوتي باك تشتغل بلاش. تقدر تعرف إن الشخص هذا عنده ولا ما عنده؟ كيف تقدر تميز بين شخصين، المقتدر من اللي باللوتي؟ طبعا لي نظرة خاصة في الشخص، أول شيء، ثاني شيء هو ضميره، ثالث شيء قد معمل إنساني وخيري. حاليا أنت مثل اللي تصدق على حد، عنده ما عنده الله أعلم به، لكن أنت ونيك
ماجور ان شاء الله. ماجور يا ابو فارس بارك الله. العرب كيف يتواصلون وياك؟ يجون المكتب على طول سيده، على طول، لا هود ولا هدا، بدون تليفون، بدون موعد، بدون شيء. يجون ياخذون مواعيد هنا او يتصلون اللي حاب يتصل. طال عمرك المكتب مفتوح من الساعه 9 لين الساعه 6، موجودين السكرتاريا، موجودين والموظفين، موجودين وحاضرين لاي خدمه. الحين عاد مره زاهد هي الدهنه، بس الحين على طول نحط الدواء مره عاد ذوابه الذوابه هاي الطلبيه الخاصه اللي حق هالقطر. يلا يلا انقفض انت بعد. ودي يسأل شو هذا؟ هاي ذوابه شو؟ حد ما يعرف شو هذا، مستغرب من اللي يسأل شو هذا؟ احنا بتوين عايش شو هذا؟ الحين يبالت من الحين الحين حطينا ادويات الدهنه، الدهنه يبال من الحين يمكن نص ساعه، ساعه الا 45 دقيقه. الحين ما فيها نسبه رطوبه ولا 1%، اللهم الدويات سيدي حطيناها داخل في الذوابه، فتري ما يقارب 45 دقيقه تعتزل عاد الاخلاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لك 600 واحد يتخبر عاد اكيد من الامارات، ها من المناطق البعيده، اعتقد ما يفهمون اللي. يبون يعرفون يقولون شو هي الذوابه. قلت لهم توني رديت قبل شوي، قلت في حد في الدنيا ما يعرف الذوابه؟ المشكله طلعوا مليون ادمي كلهم قالوا كلنا الاغلبيه. حد من مصر، زين يوم انت من مصر شو تبى تعرف عن الذوابه؟ المراه الحين مضطر عاد اخبر العرب كلها، كانوا في مصر ولا السودان ولا اي بقع، يعرف عيال الدار وجماعتنا هل الامارات كلهم يعرفون، وهل عمان يعرفون، لكن اعتقد في اللي من غير ما يعرفون المقصود منو. اللي يعرف ترى يعرف، يسامحني على اني بعيد الموضوع، واللي ما يعرف ترى حين بيعرف. ابوي بهالمصر يسمون السمن بلدي هالمصر، وهل بالكويت وهل بالسعوديه، السعوديه يسمون دهن خالدي اعتقد، وهل الكويت يسمون دهن عداني، والقطر يسمون دهن قطري او دهن خنينه، والله يعني كل حد مسمى. المراد هي تكون ابوي زبده طازه، ضروري اهم شيء تكون طازه ويدي. نحن النوعية وكل وتختلف الخدمة من بيت إلى آخر، من مكان إلى آخر، ومن عائلة إلى أخرى، ومن مدينة. طريقة اللي نحن نعرفها اللي هي نحن ماشيين عليها، اللي هي ما نحط حلبة مثلا، ما نحط أشياء إضافات منكهات ألوان. يمتاز خدمة طريقتنا نحن نتميز أن الدهنة لو بيدور عليها حولين ما عولت، ما تختلف اقترب الله يسلمكم، ما فيها نسبة رطوبة على هالأساس، تتم على الضوء مدة طويلة على ضوء ناقصة، هباب ما تلحق هالضوء. يا ولد بيدور على الدهنة حولين ما عولت، أولا نحط فيها سحة نحن ومملوحة، مملوحة وفيها سحة وما تنحط في ثلاجة، أهم شيء شرط إنه ما تنحط في ثلاجة، واللي بيستعملها ما يستعمل يديه بخاشوقة ولا بأي شيء. ياخذون قرنتي ان ابوي سنتين ما تعول ولا تخترب، وكل منطقه عاد تختلف عن المنطقه الاخرى والدنيا مطرجه. بعد يبع السؤال ادهى وامر حق شو يستعملون هالدهنه هاي ولا الذوابه؟ ابوي ذوابه هاي تستعمل للاكل، كان يعني للخبيصه، للبلاليط، يحطون يشرب هالهريسه، للعصيده، لكل الاكل اللي في الدنيا يضاف لها. تستعمل ابوي ذواب الدهن يعني حق جميع الاكلات، يعني مثل الملح حق شو يستعمل؟ يستعمل حق الاكل، ايش قال الملح حق شو يستعمل؟ نقطه ورا السطر.